السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. انا هشتغل معاكم النهارده الجزء الخاص بشيت الكومباشن في ماده المعامل. طبعا احنا عندنا بعد كل 3 راوند عندنا شيت بالتكاتو سيكشن. المره دي هنبدا بالكومباشن، بعد 3 راوند كمان هيبقى فلويد او هيت، وبعد كده الباقي اذا كان فلويد او كان هيت. يعني عندك كومباشن وهيت وفلويد، 3 شيتات. النهارده الموضوع بتاعنا بيتكلم عن الايرور اناليسز والانسرتينتي، وازاي احسب الانسرتينتي. طيب مبدئيا نحب نعرف ايه هو الايرور. الايرور هو الفرق ما بين الترو فاليو والميجرد فاليو. طيب لكن الحقيقه ان انا اصلا ما اعرفش الترو فاليو دي بكام، وبالتالي ما اقدرش اقول ان انا هحسب الايرور. لا، انا ممكن اعمل له استيميشن. عن طريق ايه؟ عن طريق ان في حاجات باي براكتس باي اكسبيرينس، ان انا عارف في الجهاز ده ان في مثلا زيرو ايرور، ان في هيومن ايرور بيحصل في تقدير ان هو مثلا بدرجه معينه، فبقدر من الاخر ان انا اعمل استيميشن للايرور، لكن انا ما بحسبوش. طيب من انواع هذه الايرور اللي ممكن تبقى موجوده في القياس، اول نوع اسمه نون لينياريتي. النون لينياريتي ده ان الاوتبوت بتاعتك او النتائج بتاعتك طالعه بالشكل ده، مش ستريت لاين. في ايرور تاني اسمه هيستريسيس ايرور، وده يمكن خدناه في تجربه الديد ويت تيستر، وعرفنا ان فيه لما بيختلف فرق اللودنج على الانلودنج بيظهر لي ايرور اسمه هيستريسيس ايرور، وعرفنا طبعا مصادره المختلفه. طيب في نوع تاني اسمه راندوم ايرور، والراندوم ايرور ده بيجي لي نتيجه كذا حاجه. اول حاجه منهم بقول لك انفايرومنتال افكت. طب يعني ايه انفايرومنتال افكت؟ يعني انت مثلا بتقيس في تمبريتشر النهارده كانت 25، وتجربتك بتعتمد على الهواء اللي انت بتقيس فيه او درجه حراره الهواء اللي انت بتقيس فيها، وتاني يوم بقت 24 او 23 او رقم تاني، بالتالي انت كده التجربه بتاعتك كلها باظت. فلازم الايرور ده من احدى الايرور اللي انا خلاص ممكن اعرفه باي براكتس، فبالتالي لازم اتجنبه او اعمل حسابه في النتائج اللي انا بقيسها يوم عن يوم. الفاريشن ان ديفينيشن، انت مثلا بتقيس البريشر عندك بالبي اس اي، واحد استخدم نفس الانسترومنت قال لك لا انا عايز اقيس البريشر ده بالبار، فبالتالي كان في ايرور نتيجه ان الجهاز ده ممكن ما يكونش تعاير البي اس اي او البار ايا كان. يعني انسفيشن سنسيتيفيتي، ان انت واخد اكيورسي في القياس بتاعتك مش كويسه. الهيومن ايرور طبعا ده مصادره كتيره جدا، ممكن تتكلم انك انت ما شفتش السكيل كويس، ما كنتش واقف بزاويه تسمح لك انك انت تشوف الديجري او الانسترومنت دي بتطلع بوحدات ايه او ايه الديفيجنز اللي موجوده. فالهيومن ايرور كتير. البايس او السيستماتيك ايرور، هو بنسميه سيستماتيك لان هو نوع من الايرور كل ما انت تعمل التجربه بتاعتك ثبت ان هو بيفضل كونستانت موجود. زي ايه؟ زي الزيرو ايرور، زي الكاليبريشن ايرور، حاجات خلاص اتعرفت ان ده ايرور موجود. لو احنا جينا نتكلم على الجزء الخاص بينا النهارده اللي هو الانسرتينيتي، الانسرتينيتي دي هي الاستيميشن اوف بوسيبل ايرور. يعني ايه؟ زي ما قلنا لسه من شويه، كل الايرورز المتاحه اللي انا اقدر احسبها باي براكتس باي اكسبيرينس، زيرو ايرور موجود، كل الايرورز دي لو انا قدرت احسبها بعمل استيميشن للايرور، وهو ده اللي انا بعمله في موضوع الانسرتينتي النهارده. الانسرتينتي دي لو انا عايز اعبر عنها بقول ان الافرج فاليو، لو انا قست مثلا مجموعه من القياسات وجبت لهم الافرج بتاعهم وكان 5 مثلا، طب الايرور بعد ما احسبه او اعمل له استيميشن بيبقى بعبر عنه بالطريقه دي، بقول ان هو زائد او ناقص نص مثلا. النص دي هي قيمه الانسرتينتي، ان انت عندك شك في القياسات بتاعتك عن الافرج ان هي ممكن تعلى بنص او تقل بنص. طيب ممكن اعبر عليها بطريقه تانية، بطريقه البرسنتج، ان في 10% ايرور في هذه النتائج، فبقول ال 10% دي جت منين؟ هي النص دي قسمتها على الخمسه وضربتها في 2، فبالتالي جابت لي 10%. طيب لو انا عندي مجموعه من القياسات، يعني انا قلت مثلا ان ار دي عشان احسبها، ار دي اي حاجه، قلت ان هي فانكشن في اكس 1 واكس 2 واكس لحد اكس ان، وان انا الحقيقه عشان احسب ار لازم اتعامل مع اكس 1 واكس 2 واكس ان،
وضربت مثال لذلك ان انا لو عايز اجيب الدينستي هتعامل مع البريشر على ار تي. في قانون بيقول لي عشان تجيب الانسرتينيتي في الحاله دي حاجه اسمها روت سام سكوير. الروت سام سكوير ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو عايز تجيب الانسرتينيتي في الار اللي انت بتقيسها دي لازم تجيب الانسرتينيتي او تجيب الجذر التربيع لتربيع كل الانسرتينيتي اللي موجوده اللي انت استخدمت فيها اكس 1 واكس 2 لحد اكس ان عشان تجيب ار. طيب الحته دي معناها كده ان دي الانسرتينيتي اللي جايه من اكس اكس 1، فبقول لازم افاضل بارشال ار لبارشال اكس 1 عشان اخرجها من كل دول. يبقى بارشال ار بارشال اكس 1 مضروبه في الانسرتينيتي بتاعت اكس 1 كل تربيع، ده كده الانسرتينيتي بس في اكس 1. زائد نفس الكلام هخرج الار مع الاكس 2 بره كل دول، يبقى بارشال ار بارشال اكس 2 في الانسرتينيتي بتاعت اكس 2 كل تربيع، وهكذا لحد ما اوصل لاكس اس. ولو انا ضربت مثال بالدينستي لو انا عايز احسب فيها برضو الانسرتينيتي في الجايه اللي جايه في الدينستي نتيجه ان انا استخدمت البريشر والتمبريتشر، فبقول ان برضو عندي بارشال رو بارشال بي مضروبه في الانسرتينيتي بتاعت البريشر كل سكوير، زائد بارشال رو بارشال تي مضروبه في الانسرتينيتي بتاعت التمبريتشر الكل سكوير. طب الار هتخش معايا؟ لا ده الار دي كونستنت ما تخشش معايا خالص. طيب اذا العمليه كده وضحت قوي ان هي ان انا محتاج بس ان انا يبقى عندي شويه مهارات في التفاضل استرجعها. يعني لو انا عايز افاضل الدينستي بالنسبه للبريشر هيتفضل لي واحد على ار تي، لو انا عايز افاضل الدينستي بالنسبه للتمبريتشر هيتفضل لي بريشر على ار تي سكوير. لو انا حبيت بس كده اعمل شكل القانون ده ممكن اقسم على الرو في كل دول وبالتالي ده اللي هيتفضل في الاخر، لكن انا بس محتاج ان انا اجيب الانسرتينتي. ولما اجيب الانسرتينتي دي اقدر اقول لو انا عندي الدينستي بتاعت الافريج اقول زائد او ناقص الانسرتينتي اللي انا حسبتها دي في الاخر. القانون ده عشان ابقى انا لميت لك القانون ده بيعمل ايه، ان اي انسرتينتي توتال في الحاجه اللي انت بتقيسها هي مجموع مربعات الانسرتينتي اللي موجوده في كل حاجه انا استخدمتها عشان احسب التوتال ده. طيب لو انا بضرب مثال ان انا عندي سامبل كده من اكس 1 واكس 2 لحد اكس ان، لو انا عايز اجيب المين فاليو اللي احنا في الاخر بنكتبها بنفتكر بس القوانين، بقول ان دي سيجما اكس اي سيجما اكس اي من اي بواحد لحد اي بي ان مقسومه على عددهم اللي هو ان. طيب لو عايز اجيب الفارينس، لو حد يفتكر ايه الفارينس ده ان هو سيجما سكوير، كنت بقول ان هو بيتجاب بالقانون ده اكس اي كل اكس يعني ناقص الاكس مين فاليو اللي انا لسه جايبها فوق كل سكوير بقسمها على ان. وكنت لو انا عايز اجيب الستاندرد ديفيشن بقول ان هو الجذر التربيعي للسيجما سكوير دي هو سيجما، والستاندرد ايرور خد بالك ان ده الستاندرد ايرور اهو اقدر احسبه مباشره سيجما على جذر ان. مين الستاندرد ايرور ده؟ اللي هو اليو توتال اللي احنا كنا بنتكلم عليه لسه من شويه. طيب الكلام ده انا هستخدمه امتى؟ لو جاب لي مثلا ارقام اقدر احسب منها الافريج واقدر احسب منها الفارينس واقدر احسب منها الستاندرد ديفيجن هشتغل بالطريقه دي. طب لو ما جابليش يبقى انا هرجع للطريقه اللي احنا كنا لسه بنعملها ان انا بفاضل ولازم هو يكون مديني الايرور بتاع كل حاجه، مديني الايرور بتاع اكس 1 واكس 2 واكس ان وهكذا. طيب لو جينا بصينا في الشيت ممكن نروح للشيت نفسه. الشيت عندي طبعا ثلاث مسائل احنا هنحل مسالتين. اول مساله في الشيت بيقول لي ان عندك الريزيستنس اهي ومديني القانون بتاعها بتساوي ار نود 1 زائد الفا في التي ماينس 20، وقال لي ان الار بتاعتك الار نود دي هي 6 اوم زائد او ناقص 3 من 10%، يبقى دي الانسرتينيتي في الار نود. وقال لك ان الريزيستنس دي كانت عند 20، ماشي مش مشكله. والالفا التمبريتشر كوفيشنت كانت بتساوي 4 من 1000 سليزيوس ماينس 1 زائد او ناقص 1%. if the temperature of the wire واداني التمبريتشر بتاعت الواير بتساوي 30 زائد او ناقص 1 سليزيوس.
احسب لي الريزيستنس كلها في الواير اند اتس انسرتينتي، وعايز الانسرتينتي بتاعتي. كتبت انا الجيفن اللي هو مديها لي اهي. اول حاجه ادي القانون بتاعي، القانون بقى فانكشن في ايه يا جماعه؟ القانون بقى فانكشن في ار مود وفي الفا وفي التي. يبقى انا محتاج عشان اجيب الانسرتينتي في الار دي اقول الجذر التربيعي بارشال ار، بارشال ار نود مضروبه في الانسرتينتي بتاعت ار نود اهي كل سكوير زائد بارشال ار بارشال الفا الديو بتاعت الالفا او الانسرتينتي بتاعت الالفا كل سكوير زائد بارشال ار بارشال تي اللي هي من التمبريتشر في الايرور بتاع التمبريتشر سكوير. انا محتاج دلوقتي افاضل، فخدتها على جنب كده قلت بارشال ار بارشال ار نود لو انا عايز افاضل دي بالنسبه لدي اللي هيتبقى هو الجزء ده بس، وعوضت عنه بالارقام طبعا الافريج اللي موجوده. خدت طبعا واحد زائد الالفا اهي، خدت الرقم الافريج وحطيته، التي بتاعتي خدت الافريج وحطيته 30 ماينس 20 جاب لي الرقم ده. طيب بارشال ار بارشال الفا لو انا فضلت ار بالنسبه للالفا اللي هيتفضل لي هو ايه؟ هيتفضل لي ار نوت مضروبه في التي ماينس 20. لو عوضت برضو بالارقام اللي هي الافرج اللي هو مديها لي هوصل ان دي بقت ب 60. بارشال ار بارشال تي هي ار نوت في الالفا واقدر اعوض عليها برضو بالافرج. طيب الانسرتينتي الحقيقه اللي انا لازم اجيبها هي كمان برضو اللي انا بضرب فيها في القانون. طيب عوض عليها بالبرسنتج ولا بالرقم العادي؟ لازم بالرقم العادي لان انا بتعاملش مع برسنتج دلوقتي. فلو كنا رجعنا لورا هنلاقي ان هو كان مديني الار نود دي هي المين افريج بتاعتها 6 زائد او ناقص 3 من 10%، وقلنا ان 3 في 10% دي انا اللي كان ممكن اعبر عنها، فبالتالي لو انا عايز ارجعها لاصلها فعكست الموضوع قلت يبقى 3 من 10 اللي هو مديها لي دي على 100 مضروبه في 6، يبقى اذا الرقم بتاع الانسرتينتي مباشره هو 18 من 1000. نفس الكلام هعمله مع الالفا، يبقى جبت برضو الانسرتينتي في الالفا، والانسرتينتي في التمبريتشر هو كان مديها لي 1 سيليزيوس مباشره. لو طبقت القانون اقدر احسب الانسرتينتي في الار مفيهاش اي مشكله. بعد كده ممكن احسب الار نفسها مفيهاش اي مشكله لان هي تعويض مباشر في القانون بالافريج فاليوز اللي هو مديها لي، فجبت الار اهي، يبقى اقدر اعوض مباشره الار هي المين افريج بتاعتها اهي زائد او ناقص الانسرتينتي. طبعا لو عايز تجيبها بالنسبه المئويه مفيهاش اي مشكله، بتقسم ده على الافريج بتاعك في 100. مساله 2 ممكن نروح نقرا مساله 2. مساله 2 بيقول لك ان انت عندك ريزيستنس 10 اوم والانسرتينتي فيها 1%. الفولتج از امبوزد اون ذا ريزيستور اند ذا باور ديسيبيشن كان بي كالكوليتد اكوردنج تو ايزر. ممكن تحسب الباور عن طريق القانون ده ان الباور هو اي سكوير الفولت يعني سكوير على ار، او تحسبه ان الباور هو الفولت في الامبير. ماشي، عارفين ان القانونين دول ممكن يحسبوه للباور. وقال لك اف ذا فيرست ميثود اونلي فولتج از ميجرد وايل ان ذا سكند ميثود current and voltage are measured. فهو كده بيقول لك ان في اختلاف في طريقه القياس. طيب جميل، state which method is better in determination the power if the measured value are قدامي الميجرد فاليو بتاعت الفولت وقدامي الميجرد فاليو بتاعت الامبير. كتبت انا المعطيات اللي هو اداها لي، وعشان اخلص من موضوع البرسنتج اللي هو بيديهولي ده بالمره كده جبت الانسرتينتي في كل واحده زي المره اللي فاتت، قسمت ده على 100 وضربت في المين فاليو يبقى كده جبت الانسرتينتي. طيب هو الراجل بيقصد ايه؟ هو بيقول لك دلوقتي ان انا بحسب الباور بطريقتين، طريقه بضطر فيها اقيس الفولت والامبير وطريقه بقيس فيها الامبير الفولت بس. طيب هو عايز ايه؟ عايز يقول لك انهي احسن طريقه استخدمتها وليه؟ احسن طريقه استخدمتها هعينها على اساس ايه؟ احسب الانسرتينتي في الطريقه دي وفي الطريقه دي. طيب
ايه المفيد في الموضوع وايه ايه الهدف. طب الانسرتينتي لو طلعت كبيره في طريقه منهم اذا هي طريقه اوحش، لان انا عايز الانسرتينتي او الايرور يبقى قليل. فكل اللي انا هعمله همشي في القانونين كده بري، هقول ادي الباور لما اتحسب بي سكوير على ار، عايز اجيب الانسرتينتي في الباور. طيب يبقى هفاضل ده بالنسبه مره للفولت مره للريزيستنس، مضروبين كل واحده فيهم في الانسرتينتي بتاعتهم اس كام اس سكوير. طيب لو عايز افاضل الباور بالنسبه للفولت هيتبقى لي في الاخر 2 الاي دي مقسوم على ار في الانسرتينتي دي. لو انا عايز افاضل الباور بالنسبه للار اللي هيتبقى لي ماينس اي سكوير على ار سكوير، بما ان الار دي في دي في المقام. طيب لو انا عوضت في العلاقه دي هوصل في الاخر ان دي الانسرتينتي. طبعا الالف جبتها منين؟ طبقت في اي قانون من دول بالافريج فاليو، جبت الباور نفسه الافريج فاليو بتاعته. هروح اعوض في القانون التاني واجيب برضو الانسرتينتي في الباور. المره دي بفضل الباور بالنسبه للفولت وبفضل الباور بالنسبه للامبير. العلاقه سهله جدا، اللي هيتفضل من التفاضل ده هو الاي، اللي هيتفضل من التفاضل ده في الحاله دي هو الاي. هوصل في الاخر ده الانسرتينتي، وبالتالي باين قوي ان الافضل في الحسابات بتاعتك هو اللي اداك اقل ايرور. المساله الثالثه الحقيقه هي نفس الكلام، ولكن الموضوع بس واسع شويه في موضوع التفاضل. هي دي اخر مساله بالنسبه لنا، انا هحسبها لكم كتدريب، واللي عنده سؤال فيها يرجع لي مفيش اي مشكله. كده بالنسبه لي شيت الكومباشن في جزء المعامل خلص، تسليم الريبورت ان شاء الله هيكون الاسبوع الجاي. اي سؤال بالنسبه للشيت ده ما عنديش اي مشكله، اي حد يبعت لي وهبعت له الرد ان شاء الله. السلام عليكم.